السلام عليكم، احرجتكم اليوم بفيديو جديد، تدبيره جديده ان شاء الله راح نال اعجابكم. تدبيره جميله بالبزاف، وهي كيفاش نتحصلوا على بلارات هكذا تاع لي زيبيس، ولا تاع ولا تاع نديروا فيهم حبوب، ولا نديروا فيهم حبوب جافه او ليبات او حوايج، ولا لي زيبيس. ولا انا اخترت اليوم راح ندير لكم سلسله ان شاء الله. اخترت هذا العلب كبار ندير فيهم الحبوب والليبات، تشوفوا هادو نشريهم تاع الزيتون، دائما نشري هاد لا مارك وخبيتهم ونخدمهم على شكل نوحد لهم اللون تاعهم ونديرهم بديكور يعني يجي رائع جدا كانك شريتيهم. نستفادوا منهم ما نطيشوهمش، خير من نشريوهم كما نعرفوهم يكونوا غاليين شويه. انا درت حندير ان شاء الله 6 من كل نوع، راح ندير لكم 6. اليوم بديت بهادو، ان شاء الله راح ندير لكم فيديوهات اخرى يكونوا بطريقه مختلفه. بسم الله. بالنسبه لهذا العلبه انا راح ندير لها لا بانتور، درتها باللون، درتها لا كولور غري. ديروا اي لون تفضلوه، ولا اي لون يخرج مع لا كويزين تاعكم. انا درت اللون هذا الرمادي، لونتهم وخليتهم يشفوا كما راكم تشوفوا الشكل تاعها كيفاش كان وكيفاش ولا بعد اللي درت له لافاتو خليته ينشف. احتاجوا ايضا هاد الملصقات يتباعوا، هما يتباعوا باشكال متنوعه كما راكم تشوفوا. اذا ما عندكش هذا البطاقات او ما لقيتيهمش تقدر تستعملي هذا الشريط اللاصق، كاين الشريط اللاصق هذا الرقيق هذا وكاين الاخر السميك. اذا كان عندك هذاك السميك افضل، او اذا كان متوفر عندك فقط هذا تقدري ديري تقطعيه الى قطع وتحطيهم فوق بعضهم على حساب الحجم اللي بغيتيه انتيا. انا درك راح ندير لكم هادو، ان شاء الله فيديو اخر راح نوريكم كيفاش ندير مع هذا الشايب. ونحتاج ايضا راح نزينهم ايضا بهذا الخيط هذا، تشوفوا النوعيه تاعو رخيص بالبزاف يتباع. نبدا بسم الله. اول خطوه كما قلت لكم راني درت لابانتوغ لهذا لونتو هذا الملصق، نحاول نديرو في النصف تاع هذا البلاره تاعي هكذا بهذا الشكل. ثم نجيب هذا الخيط نحاول نديرو هنا مباشره تحت العلبه هي هكذا. شكلته هكذا فقط على شكل كرافات بهذا الشكل. نحاول نحش هذا الزايد بهذه الطريقة. نجيب طبشور هكذا بلون ابيض ونكتب فيه حاجه اللي نحطها لهنا فقط للتزيين. مثلا راح ندير ليبات،
لكم المجموعه تاعنا نهار اليوم كما راكم تشوفوا. درت لكم هذا الحجم الكبير اللي نديروا فيهم حوايج كيما لي بات ولا الحبوب ولا كيما راكم تشوفوا. يجيو جميلين جدا، يجيو روعه كانك شريتيهم. ان شاء الله راح ندير لكم الاخرين تاع لي زيبيس الايام القادمه ان شاء الله. كما هذا بالطبجور يعني يتمسح، كل ما بدلتي مثلا درتي حاجه اخرى تقدري تمسحي وتعاودي تكتبي عادي. فوالا هذه هي التكبيره تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. بالاخير ما لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.